معنا عبر الهاتف السيد موسى التيهوساي صحفي. مرحبا بك سيد موسى معنا في نشرة الثالثة عبر قناة التناصح. مرحبا أهلا وسهلا. نعم سيد موسى، يعني هذه الأخبار التي تفيد بالإجرام الذي تقوم به قوات حفتر والمتمثلة في الميليشيات والمتعددي الجنسيات، يعني لو تطلعنا عن هذه الأخبار التي تفيد بمقتل بعض المواطنين من هناك من مدينة هون. نعم، تحية طيبة لك ورسالة المشاهدين. في الحقيقة منطقة هون أو تعيش على وقع وجود مرتزقة، يعني حشد هجيم من المرتزقة المتعددة الجنسيات من الفاغنر وأيضا الجواديين وكذلك الجنجويد. هؤلاء موجودون في المنطقة أكثر من لنحو أربع سنوات، يعني قاعدين في المنطقة. فأول أمس كانت يبدو أنها كانت القاسمة التي قسمت ظهر الناس أو صبر الناس أو أتت بصبر سكان المنطقة وخرجوا في انتفاضة ضد هؤلاء المرتزقة بعد مقتل مواطن، بعد أن قتلوا مواطن في أمام بيتي بعد أن رفض أن يأخذ سيارته وممتلكاته، فبالتالي رفض هذه الجريمة وما أدى إلى مقتله من قبل المرتزقة الجنجويد في تلك المنطقة. وهذه الأحداث يعني تحدث طيلة هذه السنوات، يعني وليست هي المرة الأولى، يعني لكن الناس هنا كانوا يعني لم كل ما يطلعوا إلى الخارج للمطالبة بخروج هؤلاء المرتزقة وأيضا في احتجاجات يقابلون بقوة شديدة ومواجهة من قبل هذه العصابات التي لا أحد يملك السيطرة عليها وهي التي تتحكم في تفاصيل المنطقة بشكل كامل. نعم. طيب سيد موسى، هل تستطيع ذكر اسم المواطن الذي قتل أمس الخميس من قبل الكتيبة 128؟ نعم، المواطن الذي قتل أمس كان اسمه زياد العربي، وقبله قتل المواطن طارق محمد يوسف من قبل تحت التعذيب الذي كان قد قبض عليه من فترة طويلة، ويعني وجد مقتولا في ضيقة المدينة. هذا الإجرام الذي مارسه هذه العصابات في المنطقة لم يعد يحتمل من قبل أهل المنطقة، وبالتالي الآن ليس أمامهم إلا الخروج، وهو ما فعلوه أمس. يعني ليس هناك أي معنى للحياة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة في تلك المنطقة والذين يتحكمون في كل شيء، حتى المحلات العادية الغذائية بدأوا يتحكمون فيها وبدأوا يعملون المواطنين بمعاملات سيئة جدا، يعني وهذا لم يعد ممكن احتماله في تلك المنطقة، وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الاحتجاجات الرافضة والمطالبة لمغادرة هؤلاء المنطقة. نعم. سيد موسى، هناك أنباء عن مقتل امرأة، يعني ما صحة هذا الخبر؟ نعم، يعني للأمانة لم تصلني أي أخبار بهذه الخطوط، لكن في هناك احتمالات دائما لوقوع جرائم أخرى على يد هؤلاء، ليس هناك أي مانع يمنعهم ولا أي وازع يمكن يتحكم فيهم ولا أي جهة ممكن أن تتحكم فيهم. المنطقة كلها تعيش على وقع سيطرة هؤلاء المرتزقة الذين أوتي بهم من كل حد من وصفهم، الآن لا يمكن أن يسمعوا أوامر أحد، يأتون لسرقة السيارات التسع رباعي من المواطنين وأيضا ممتلكاتي في مزارعهم والتي حولوها إلى معسكرات وإلى مراكز تدريب وإلى سكنات عسكرية. الوضع في الجفرة يعني مقلق جدا وصعب جدا للأسف الشديد. نعم السيد موسى تيهوساي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.